الأرخص لدرقس دانسي سولوشنز. أهلا ومرحبا بيكم في حلقات البديل الأرخص، الحلقة الثالثة. حلقة مهمة جدا جدا، لأن البرودكت ده بالنسبة لي ده التوب لعلاج تساقط الشعر، بس للأسف بقى ب1200 جنيه، يعني أشتري باروكة بقى. وبعد بحث مطول ده يا جماعة البديل بتاعه، وهو من البراند الكورية سان باي مي. يا جماعة البطل الرابعة بالنسبة لي، البرودكت ده اسمه سايكابيبتايد انتي هير لوس. هو نفس الفكره لعلاج تساقط الشعر، بس انا بلاقي ده احسن لكذا سبب. اولا ده اقل من نص تمن، ده حجمه اكبر، وده لما بتبطليه الشعر مش بيقع زي ما ممكن يحصل مع ده. مكوناته كلها طبيعيه وبيشتغل على تساقط الشعر، وكمان لو فروه راسك حساسه جدا او فيها قشره او فيها مشاكل، السايكا اللي فيه او السيكا اللي فيه بتهدي الموضوع خالص وهتخلي فروة راسك صحية جدا. وذاتس ذا بوينت اصلا من الهير تونيك. في السيكا و11 نوع من البيبتايدز اللي بيشتغلوا على الستيميوليشن بتاع فروة الراس. مكوناته كتيرة جدا وطبيعية جدا، وكمان في خلاصة السبيرمنت النعناع، البيوتين والصويا والرايس، ويعني بصوا في حاجات كتيرة جدا. استخدميه مرة واحدة بس، يستحسن تكون قبل ما تنامي بساعتين كده، وبتشيك البطل وبترشي على الاماكن اللي فيها مشاكل، ونتيجته جبارة. انصحكم ان انتوا تجربوه لو انتوا فعلا زهقتوا من موضوع التساقط ده،